السلام عليكم، حلقة جديدة من تواصل دوت كوم اليوم، وكما كل يوم لدينا المزيد والمزيد من الأخبار التي شغلت ساحات التواصل الاجتماعي. نتحدث عن فيسبوك، تويتر، يوتيوب، من زحمة الأخبار والوقائع التي ملأت العالم الافتراضي والواقعي، وكثيرة طبعا هي الأخبار التي تملأ الساحة العراقية الواقعية والافتراضية. المهم من هذه الساحة المزحمة بالأخبار انتقينا لكم اليوم ثلاثة من الأخبار، ثلاثة من العناوين، نبدأ مع أولها في هذه الحلقة. رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة يبدعون بابتكار طرق جديدة لتهريب المخدرات والممنوعات والأسلحة إلى العراق. فنلندا تواصل ترحيل الشباب العراقيين وتسليمهم للقوات الأمنية العراقية مع ملفات لجوئهم، ما يشكل خطراً أكيداً على حياتهم. وفي الخبر الأخير، انهيار قطاع الصناعة العراقية بعد توقف عشرات المصانع العملاقة عن العمل وإغلاقها. في العراق اليوم يجوز كل شيء، لا مستبعد لا مستغرب في العراق اليوم على الإطلاق، كل شيء جاهز، حتى تهريب المخدرات بالبيض جاهز اليوم. مشاهد يلا يلا نستقبل رسالة إلى قواتنا الأمنية وخاصة شرطة الجمارك سيطرة الصفر اليوم، وإحنا أبي أبيض يعني بالجملة خبرنا أحد الأشخاص اشترى مني كرتونة مع البيض، قال لي يا ترى كل البيض يعني شوف السبيضة بيها لا يعني مثل البلاستيك، من شفناه بلاستيك هي مثل برغي، برغي فتحناه حتى التاريخ نفس التاريخ السابق وبيه مادة، يعني ما أعرف شنو المادة. بس هي ما أعرف يعني، فعلى قوات الأمنية الحذر من هالشغلات، احتمال يصير تهريب بيها مخدرات، احتمال يعني ما أعرف يعني شنو يعني هسه راح ارجعها للطبقه ما تبين، حتى تاريخ نفس التاريخ البيض يعني شوف هسه تبين تعرف هي بالطبقه ما تعرف. يا جماعه ارحمونا، هذا البيض قادم من الجاره الشقيقه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. يعني انتوا اشقائنا بالجمهوريه الاسلاميه مره بتهربوا بالبصل، مره بصوف الخواريف، وهاي بالبيض. شو هالذكاء، شو هالإبداع، شو هالتطور، المرة القادمة شو راح تهربوا يعني؟ يعني دعونا نتخيل المرة القادمة بماذا سيكون التهريب وكيف سيكون التهريب. ربما الخيال يجنح يعني إلى مجانح بعيدة، لأنه ما ظل طريقة ما عم تهربوا فيها. شباب بالأجهزة الأمنية سلامات، شلون هذا البيض وصل بالله؟ يعني شلون وصل لعند هذا البائع؟ شلون؟ كيف هذا البيض على أساس مستورد من الشقيقة إيران؟ كيف وصل لهذا الباع؟ كيف يعني شلون بأي طريقة؟ يا أخي أنتوا الأشقاء الإيرانيين والله تعبتونا، يعني ميليشيات قتل دمار تهجير، واللي يعني العراقي الناجي من كل هذه المعمعة بعد لاحقينه بالمخدرات والتهريب، ترى يعني كوم إحجار ولا إحجار. الميليشيات والأجهزة الأمنية اللي المناط بها حدود حماية الحدود العراقية هكذا يفترض، يعني هذه الأيام لديها عمل آخر، هي طبعا قضت على الإرهاب، لديها عمل آخر غير الإرهاب، لديها صيد ثمين، إنجاز مهم سوف يسجل يعني في صفحتها البيضاء. نشاهد. هاي عدالة فنلندا. أن يشوفوا بالأمم المتحدة يشوفون عدالة فنلندا،
شوف ايش سووا بي هذول الاستخبارات الفنلنديه. ليش هذول؟ And we have a flight, we want to go. So I'm just tell why you want to tell me why. Tell me why. Maybe someone in there, I'll kill him. He can't go. Why do you want to kill me? He's not going. You take him out. Take him out. يعني من ده ينزلوه من السيارة ده ياخذوه للطيارة حاول يصيح ده يبكي ما يريد يصعد نزلوه وهو مكلبش ضربوه بالقع يعني شاله وشمره بالقع وناموا عليه تقريبا سبعة لو ستة يعني ركبتهم حاطيها هنا بحنشة ويضرب براسه بوكسات وشدوه كأنما شلون يعني تقول إرهابي يعني أنا بالدورية الثانية أنا ماخذين مني التليفونات ومقفولة عليه الباب مال الدورية صعدوه شيل شلون التابوت صعدوه هيك أنا جوي اجى عليه لو ايديه قلت له أنا ما احكي شيء لأنه أنا بس أريد أصعد بالطيارة يلا يسوي الهوسة صعدت بالطيارة لقيتهم هم متحضرين قبلني الطيارة ما بيها ولا راكب قعدوني يلا صعدوا الركاب بس شلون قعدوني شخص قاعد مناني وشخص قاعد مناني وكامشينه ويعني مسيطرين على الوضعية كليتها واجى الطيار قال لهم اوكي ماكو مشكلة قالوا لا ماكو مشكلة فتحوا الباب صعدوا الركاب فبعد ما قدرنا نسوي شيء بتعرفوا شلون وحاولونا من المطار على مطار تركيا ترانزيت ومن مطار تركيا نزلونا المطار بغداد نطوا الاوراق مالتنا حتى الهويات اللي احنا مقدمين بيها اللجوء يعني التهديدات القاء القبض نطوها للشرطه العراقيه. الخطير هو الذي يذكره هذا الشاب العراقي انه المخابرات الفنلنديه سلمت الجماعه في الشرطه العراقيه ملفات لجوء هؤلاء الشباب. هذه الملفات طبعا تحتوي يعني على التهديدات التي تلقوها من الميليشيات واجهزه الامن وجعلتهم يطلبون اللجوء. الان اتوا بايديهم وارجلهم الفنلنديون حملوهم وسلموهم لمن هددهم على طبق من ذهب. من الذي يضمن سلامة هؤلاء الشباب العراقيين؟ شكرا فنلندا. طيب الامم المتحده هو سؤال مطروح يعني فنلندا لماذا تقوم بهذا العمل؟ ما السبب؟ لا اعلم. الامم المتحده يعني الا يفترض منظمات الامم المتحده ان تتابع هكذا حاله؟ الشباب العراقيين منذ فتره يعني منذ 10 ايام او اكثر قليلا وهم يرحلون دفعات ويصورون هذا الامر حتى يصل يعني يصل هذه الفيديوهات الى الامم المتحده. يا اخي ليش ترحلوهم؟ طيب عال رحلتوهم، من الذي يضمن سلامه هؤلاء الشباب الان؟ من الذي يضمن ان هذا الشاب او غيره نسال الله السلامه لهم جميعا انهم لن على اقل تقدير يعتقلوا في سجون الميليشيات؟ ها واحد اعتقل في سجون الميليشيات ايمتى بده يطلع؟ هاي اذا طلع. يعني غاب هذا العالم؟ غاب؟ اين الامم المتحده؟ لا اعلم اين الامم المتحده. هذا الشاب وسواه يعني لم يتركوا العراق بطرا جاء على بالهم يطلعوا والله سياحه لا لا القضيه مو هيك. البعض خاف على حياته، يا اخي الميليشيات تلاحق كل شيء. خاف على حياته وخرج برا العراق. البعض الاخر فقير، لا يجد عمل. لانه لا يوجد في قطاعات تجاريه ولا صناعيه في العراق. هذا الكلام ليس من عندياتي يعني ليس تبلي، الوضع في العراق يصعب على الكافر يا اخواننا. نشاهد قطاع الصناعه، طبعا قطاع الصناعه سلامتك في العراق، نشاهد.
هي الأسباب برأيك؟ هذا جواب يحتاج إلى شرح مستفيض. ما هي الأسباب برأيك؟ 90% من معامل العراق خارج الخدمة. 90% 90% من القطاع الصناعي العراقي خارج الخدمة. إيه خلص، شو إحنا شو بدنا الصناعة ولا شو بدك معامل؟ إيه طيب التجارة الشقيقة إيران موجودة، إحنا كل شيء بنستورده من إيران، كل شيء حتى البيض بقلبه مخدرات بنستورده من إيران، كل شيء يأتينا من الـ من الـ من الأشقاء في الجمهورية الإسلامية. لشو الصناعة ولشو التجارة ولشو الزراعة؟ لا يوجد أي طعمة لكل هذه القطاعات طالما الأشقاء في الجمهورية الإيرانية متكفلين بكل هذه الأمور. هذا والله أعلم طبعا. إلى تويتر. مرحبا. الشرطة في كربلاء يقومون بواجبهم على أكمل وجه، يعني مو مقصرين الجماعة أبدا، يقومون بواجبهم الأبني بكل كفاءة وامتياز ومهارة، شيء يرفع الرأس. يقدمون يوميا الأمثلة على كفاءة عمل الأجهزة الشرطية، هاي بالفصحى الشديدة يعني. يعلمون أجهزة الشرطة دروس. مثلا أحد الأمثلة الجميلة التي قدمتها الأجهزة الشرطية في كربلاء، ذهبت دورية أو يعني للقبض، إلقاء القبض على شاب مطلوب. لماذا مطلوب؟ لا أعلم. فدهموا منزله، يريدون إلقاء القبض. جميل، لم يجدوا الشاب. من كان في البيت؟ أمه وأخوته الصغار. يعودون خليل لوفاض الشرطة؟ لا أعوذ بالله، لا يجوز. دافعين بنزين الجماعة دوريات ورايحين جايين ورواتب، يريدون تحليل رواتبهم. ماذا فعلوا؟ نشاهد ماذا فعلوا. هذه صورة أم الشاب، يعني حينما لم يجدوا الشاب وجدوا أمه، فهذه هي أمه مسكينة يعني، وهؤلاء أخوته. ضربوا الأم، ضربوا أم هذا الذي كانوا يريدون اعتقاله. هذا يعني جبينها مخطب بهذه الطريقة، 5 أو 6 خطب. شجوا رأسها. ليش؟ والله لأنه هي أم الشاب، يعني هاي تهمتها. هذه المرأة يعني المسكينة، لماذا فعلتم بها بهذا الأسلوب بهذه الطريقة؟ ما التهمة؟ أم لواحد مطلوب. أهلا وسهلا، يعني هذه التهمة من عندي، من عندياتي، لأنه شو تهمة هذه المرأة غير أنها أم هذا المطلوب الذي لم يجدوه؟ تضرب أمه بهذه الطريقة، تشجون رأس هذه المرأة المسكينة العزلاء بهذه الطريقة. شاهد العراقيين كيف علقوا على هذه الحادثة. طبعا هذه الحوادث كثيرة، هم يعتقلون الشرطة يعتدون، يعني هذه موضة الآن، أصبحت عادة عندهم الاعتداء على المدنيين. والله رايحين نجيب مطلوب ما لقيناه نعتدي على أهله. ما شاء الله. عباس يقول مو بس شرطة كربلاء، كل شرطة المحافظات هيج، أغلبية همج. أوف، يعني تنفذ أمر إلقاء القبض بحق ابنها تضرب المرأة. ليش هسه يطلع من غير الشتم والإهانات؟ كرهوا الناس بالعراق أسلوب معدهم، يراد لهم تنمية بشرية. عباس يقول يراد لهم تنمية بشرية، همج هذا عباس يقول، هذا أسلوب همج. أنت رايح تعتقل شاب ما وجدته تضرب أمه؟ عباس يقول هذه تصرفات همجية، تصرفات الغوغاء، هكذا يقول عباس. عباس يقول يراد لهم تنمية بشرية، عادة تنمية بشرية. البعض يقول لا، يراد لهم أكثر من ذلك يا عباس. تعليق ثاني على هذه الحادثة، سارة تقول شرطة كربلاء شنو من بشر؟ هاي رابع حالة اعتداء أشوفها من قبلهم، وأعتقد أكو كانت حالات وفاة، ويبقى السؤال شنو من بشر ولا إلى متى؟ ليست الحالة الوحيدة، الحالات كثر. سارة تقول هذه رابع حالة اعتداء. عباس يقول كل شرطة المحافظات تقوم بهذه الطريقة، يعني الاستقواء على العزل، الاستئساد والتنمر على العزل بهذه الطريقة. تعليق ثالث على تنمر الشرطة العراقية، نهال تقول شرطة كربلاء هواي عليهم شكاوي، وكم مرة تسببوا بالموت للمتهمين بالتعذيب. يعني الموضوع مكرر، معالي وزير الداخلية قاسم العرجي، الموضوع مكرر. شرطة كربلاء يعني ريحتهم طالعة، شو في حل ولا مستمرة الاعتداءات بهذه الطريقة؟ تعليق جديد أخير
على ما قامت به شرطة كربلاء. وسام يقول لا قيمة للإنسان العراقي في بلده. أوف. للأسف والسبب نحن من أوصل الحفالات لقيادة البلد. والله يعني وسام يقول السبب نحن الذين أوصلنا الحفالات لقيادة البلد. يعني ربما كلام وسام فيه وش نظر لا تويتر. يشتاق العراقيون لسماع أخبار سارة، يشتاقون لسماع كثير من الأخبار. مثلا أنا أشتاق لسماع خبر والله زلزال ضرب دولة جارة مثلا، أو يعني هلا أحسن ما نتهم زلزال يضرب منطقة ما في العالم مثلا. مشتاق أسمع خبر والله إنه بطلت الجارة إيران تصدر لنا مخدرات. مشتاق أسمع خبر ما ظل ميليشيات. كثيرة هي الاشتياقات كثيرة. فالعراقيون يشتاقون أن يسمعوا خبراً ساراً في زحمة هذه الأخبار الحزينة. نشاهد ماذا اشتاق العراقيون أن يسمعوا على هاشتاج يا ريت أسمع. هو هذا الهاشتاج على تويتر يا ريت أسمع. حيدر يقول يا ريت أسمع محاكمة كل سياسي العراق بشيعتهم وسنتهم وكردهم بتهمة الفساد والولاء لغير الوطن. يا ريت يسمع حيدر هذه التهمة، يا ريت أسمع هذه التهمة. كل العراقيين يتمنون أن يسمعوا هذا الأمر أنه تحقق. تويتر ثاني على هذا الهاشتاج العراقي يا ريت أسمع، يعني هاشتاج والله يثير الحزن. حسام يقول يا ريت أسمع صوت الناعي ينعي كل سياسة العراق من كبيرهم إلى صغيرهم بدون استثناء، سيد أو حجي أو حجي أو كاكا. هاي حسام يدعو عليكم بالموت، كل العراقيين يدعون عليكم بالموت، يتمنون أن يسمعوا خبر نعيكم. يعني صباحاً هكذا ننام نستفيق صباحاً فأذبنا نسمع خبر نعيكم. هذا حسام يتمنى ذلك، كل العراقيين يبدو. تويتر ثالث على هذا الهاشتاج يا ريت أسمع من عباس يقول يا ريت أسمع القضاء على الطبقة السياسية في العراق ومحاسبة جميع الأحزاب السياسية وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم. أيضاً يعني في نفس السياق عباس نفس السياق يريد أن يسمع محاكمة الطبقة السياسية، الموت، الويل، الثبور، الاندثار، الانقراض. يا أخي أنا لكم أن تنقرضوا، أنا لكم أن تجمعوا أشياءكم وتنصرفوا، أنا لكم ذلك. تويتة أخيرة على هذا الهاشتاج يا ريت أسمع من محمد يقول يا ريت أسمع أن الشعب العراقي أصبح واعي لفشل من يحكمونه واتخاذ القرار بأنه حان الوقت لإزالتهم من حكم العراق. محمد أنا أخالفك الرأي، الشعب العراقي واعي، العراقيون واعون طبعاً، واعون بالتأكيد، واعون لفشل هذه الطبقة السياسية وتأمرها وسلسلة طويلة لا تنتهي من التهم، وهم يتمنون أن يسمعوا خبر زوال هذه الطبقة ونحن نتمنى كذلك. حياكم الله مجددا. احداث شارلوت سيفيل في ولايه فيرجينيا قبل ايام قام بها متطرفون بيض دهسوا امراه وجرحوا، يعني ما تزال تداعياتها حتى هذه اللحظه، التداعيات تاتي على راس ترامب. نشاهد
قاسات وخيمة على رأس ترامب. ترامب في موقف محرج الآن، لأنه الانقضاض وصل إلى الضباط ضده، المارينز، الأمر وصل إلى المارينز. رأي عام الآن يتشكل بين ضباط الجيش الأمريكي ضد ترامب. ترامب يلعب بالمحظور، هذا الرجل لم يبقي شيئاً، لم يحاول أن يعني يهينه أو يكون سبب في دماره. ترامب هو يعي أو لا يعي، لا أحد يعلم. عدم إدانة للأحداث هذه العنصرية سببت كثير من النقمة عليه. طبعاً الدولة العميقة في أمريكا على رأسها أشرس محطات الإعلام CNN أو الواشنطن بوست، حملة لا تبقي ولا تذر، والرجل يقدم له خدمات مجانية. هذا ترامب، لا أعلم هو يعي أو لا يعي، لا أعلم. الآن موقفه صعب جداً. بالأمس أقال ستيف بانون كبير الاستراتيجيين، هو هذا المنصب أحدث لستيف بانون، يعني هذا المنصب لم يكن في البيت الأبيض سابقاً، أحدث لستيف بانون. ستيف بانون هو من أنصار هؤلاء جماعة اليمين البديل أو الذين يؤمنون بتفوق العنصر الأبيض. الموقف الآن محرج، لم يبقى أحد من فريق دونالد ترامب الذي أتى معه البيت الأبيض، لم يبقى أحد إلا نائبه مايك بينس، وهذا لا يحسب على فريقه، لكن رؤوس الذين أتوا والذين أداروا الحملة الانتخابية وصعدوا بترامب إلى البيت الأبيض الآن جميعا خارج البيت الأبيض جميعا. ستيف بانون قال كلاما مؤثرا، قال مهم، قال ربما دونالد ترامب لن يكمل حتى الخريف المقبل. انتهى الموضوع، حوصر الرجل تماما، لم يبقى إلا إيفانكا معه يعني وزوج إيفانكا فقط. لذلك أيام ترامب كما يرى الكثيرون من ضمنه ستيف بانون يقول أنه هذا الحلم الأمريكي مع مجيء ترامب أوشك على الزوال. مجيء ترامب إلى البيت الأبيض هو يعني كان مترافقاً مع أجواء عنصرية تسود العالم. اليمين المتطرف اكتسح أوروبا، اكتسح أمريكا، وصل إلى أستراليا. نشاهد ماذا فعلت رئيسة أو نائبة يمينية متطرفة في البرلمان الأسترالي، هي رئيسة حزب اليميني هذا في أستراليا، نشاهد ماذا فعلت. Religious garments is an appalling thing to do, and I would ask you to reflect on what you have done. صفعها على وجهها، أسال عليها الماء البارد. هذه الموجة من الإسلاموفوبيا تشتاه العالم، لكن بدأت يعني تخف قليلا، لأنه العالم لن يعدم العقلاء. غير معقول هذا الذي يحدث، بأمان الله.